ويقال حتى شقيقه وجه الجريد دخل في التحكيم. شوف حكاية فارغة راهو اسمع، وقت اللي تحب تلقط الواحد، وقت اللي تبدا هو شكون لك بلغة الواحد اللي تحبه لقط له، اللي تكره سقط له، اللي تحبه سقط له، اللي تكره لقط له، كيفاش يقولوا. وقت اللي تحب تدخل عباد في واحد، دخل اخته ودخل ابوه، دخلوا الناس كل، يعني حكاية كلام فارغ، كلام فارغ. يعني ما نتصورش، ما نتصورش انه اي مسؤول في الاداره الوطنيه للتحكيم يسمح لروحه ولا يقبل على روحه اشياء كيف هكا. ما نعرفش فيش يتدخل، يعني فيش يتدخل، مش يتدخل البنقردان، دي بنقردان يتاكل في العصا، ديجا حتى ديرنيير مو كليت برشا عصا، فيش يعني يتدخل. كلام مردود على اصحابه. وقت اللي واحد يشوف النجاحات نتاعك ما يبني لكش على النجاحات، يبني لك على سفاسف فارغة. والله يتدخل، والله يكلم، والله نو سيدي نابورت كوا. سيرا وديع جريم مع نجي جويني، ما خلينا نشوفوا حكم تونسي في المونديال. والله مش صراع، هو شوف هو العركة مش صراع، هو مش عركة. وأخسر ما قلت لك راهو ساريف اليا دي فوا الكونفرونتاسيون ديريكت اللي واحد يوصل روحه. أنا ديما ديما أنا نحترم سي نجي جويني، نحترم في سنه وفي مكانته، نحترم. وديع الجيري عرفنا ونحبه ولا نكره، يلزم نحترموه بما فيه من نجي جويني، يلزم نحترمه. تقول لي انت انا قوي ولا نحب نكون قوي؟ نجم تكون قوي في ميدانك وفي البقعة اللي انت فيها. خاطر علاش ما نجمش انا نجي لسي نجي جويني شبيك تخدم هكا، خدمتك في قطر علاش ما عملتش هكا؟ نو هذيك قلت يعني احترام لشخصه. راهو كي تحب تنقد، انا نجم ننقدك حط على الكاسكه اللي لابسها، نقول لك راهي الكاسكه بيها وعليها وعلاش ما جاتش هكا وكرها جات هكا، تقعد تخزر لي انت تقول شفاش يحكي، انا نحكي في دومان ويحكي في دومان. يعني النقد سهل مش انك تنقد، مي وقت اللي تصير خلافات هيك خلافات بسيطة تعديناها. كاين نجم يعاون السيد نجويني باش يكون عندنا حكم في المونديال؟ ما عاونش بيان سور. شكون قالك هو تو مش يعاون؟ قاعد يعاون، قاعد يعاون. علاش ما عندناش حكم في المونديال؟ والله طرف غلطة الإعلام، شنو غلطة الإعلام، تقص يد السارق قبل ما يسرق. يعني سامحني ولو هي مش مقابلة بعضها، الكوب دي موند ليست فينال مازالت، فما ليست تعاملت، تعاملت ماهيش ماهيش ليست فينال. وانا نوعدك، وانا نوعدك اللي باش يكون عندنا حكم في نهائيات كاس العالم، باش يكون فما حكم تونسي في المونديال الجاي بتاع قطر ان شاء الله. مؤكد هذا معناها؟ ان شاء الله، ماهوش مؤكد، ما ان شاء الله. خلي سكوب هذا، هذا نحبوه. صادق السلمي الاقرب ما نجمش نقول لك، كما اللي كاتب له ربي ان شاء الله هو يكون، هو بين يوسف السلالي وصادق السالمي، هما مواظب اقرب أزوز اسماء ان شاء الله. هذا رقم واحد واثنين ولا اللي كاتب له تو يمشي. شكون رقم واحد وشكون رقم اثنين؟ والله كلهم رقم واحد عندي انا. اللي نجح الماتشوات ويكون بيرفورمان هذاك رقم واحد. علاش ديما فما كلام على صادق السالمي سي عواز وبدرجه اقل حتى المساعد يامن المنوشي زاد؟ شوف صادق السالمي اللي نعرفه كشخص انسان يخاف ربي، و اللي نعرفه في الدنيا مش نحكي على تحكيميا، إنسان يخاف ربي وإنسان كوريكت، ما أخطأ ككل بشر يخطأ. علاش هو بالذات؟ يمكن زادة ثم برشا تجني عليه، بصراحة برشا تجني. يعني ماذا بينا احنا الاربيتر متاعنا نقفوا معاه نعاونوه، وقت اللي يغلط زادة ما نشبش نسكتولو. احنا كإدارة وطنية للتحكيم كل اربيتر يغلط قاعدة تشوف، رغم الانتقادات ورغم كل شيء، لكن كل واحد يلزم يعرف حدوده. كيف شفت مردوده في المقابلة النهائية صادق السالمي؟ والله اجمالا مردوده كان فيزيكمون كانوا طاب، تكنيكمون ما كانش خايب زيادة. مقابلة شفتوها الناس كل بون، ثم فوت دابريسياسيون نجمو نحكيو فيها اللي هي على ضربة جزاء مش ضربة جزاء، فيها اللي معنا زوز ضربة جزاء. هذه قلت لك فوت دابريسياسيون، ما تنجمش تقيم حكم في فوت دابريسياسيون، تقيمه اجمالا شنو عمل. خاطر فوت دابريسياسيون نشوفه حتى في المقابلات اللي قاعده تصير بالفار، اللي هي 5 و 6 اكسيون يمشي الفار. احنا اكسيون نحكيو على اكسيون. تقديرك انت شنو للقطه هذوكم خاصه تاع ضربات جزاء تاع تراجع؟ والله تقديري لي انا يقعد لي انا، خاطر لكن مهم باش نعرف رأي رئيس الجمهوريه. ما نجمش نعطيك راي، خاطر رأيي مهم وعطيته لي هو،
ويعرفه هو بالقدام، وهذا الأهم. نعطيك رأيي أنا، زوز ضربات جزاء واضحة للترجي ما تعطاوش في المقابل، ونحترم رأيك. واضح. سيد وديع جري كان غاضب شوية من التحكيم ولا؟ شكون قال لك؟ عندي معلومة قولي صحيحة ولا؟ شكون قال لك ترى؟ لا مش مهم شكون قال، المهم معلومة صحيحة ولا غلط. أول حاجة ما ثماش غضب، بالعكس احنا كي نشوف وعملنا خطر قيمنا وشفنا يعني الحق مردود الحكام رغم الظروف الصعبة رغم اللي كذا، كان بنسبة كبيرة حتى 90% كان مردود طيب. بعض المساعدين كما قلت لك ما كانوش في يومهم بتتر، ما إذا كان مش نشوف الظروف اللي تعدينا بها الكل واللي نومبر دو ماتش اللي تعدينا بها الكل، أنا شخصيا راضي على المردود التحكيم. دقيقة دقيقة عن الأخبار ونص، إجماليا كيفاش تقيم مردود التحكيم في الموسم الماضي؟ أنا قلت لك راضي بنسبة 90% مع 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 بعض الأخطاء التقديرية اللي قلت لك للحكام، كسوا ما الضغط كسوا خطر والانفيرونمون صعيب برشا، وأنت تمشي للتيرانات وتشوف الانفيرونمون اللي يزفر فيه الحكم التونسي، لكن أنا راضي ومع الحكام مانيش، لكن كما تعرف وقت اللي يخطئ الحكم زاد نحاسبه. المساعدين وافتوا شويه الحكام الرئيسيين وفي هذوما الاخطاء اللي انا مش راضي عليهم، بعض المساعدين اللي ما كانوش في مستوى بتتر المقابلات اللي مشاو لها، نقول مش في مستوى يعني درجة انه مستواها اقل، ما في نهارتها ما حضرش ماتشوه ولا كان مش مركز 100%.